عمري جاي ملبي لك الدعوه هلا وجاي لنا عندك واسلم عليك واحب خشمك. حنا ترى ايام العريقه وانت عارف ويش يا كبيرنا مطروخ وصغرنا يجي قرموشلي وإلا طلع فينا جباني خاف من جنح الظلام اخر نتيجه عندنا يذبح مثل ذبح الطلي. الله يحييك انت ربعك الغالين ومرحبا ومسهلا واسفرت وانورت. الله يبيض وجهك يا راسي والله يوفقك ويبني بيتك ويرزقك الذريه الصالحه. قول امين امين يا عيني. الان ابغاك تعذرني والله ابغى معذور اني جاي بيض الله وجهك انك قاعد قد اعتذرنا قبل. حضورك شرف ومرحبا ومسهلا. شكرا مرحب شكرا ومسهل. إنه لشرف وفخر كبير لي جعل من جابك في الجنة. قول آمين. مرحبا بك يا فيصل يامي. يا سلام الله سلامي على صبياني الله المشغول الخناجي وسلة الشوك. الله يعزك ونعم يا في حرب ولا في سلام عزوة اللي قد توهب وحدث والظروف. صح لسانك. غفر الله لك الوالدين والجميع. اللهم آمين. صلوا على النبي بأبيهم إصدار السلام. اللهم صل على رسول الله. بيض الله وجهك والله الله. العظيم نتشرف فيك. الله زعلان منك لانك لما تزوجت ما عزم. لا عزمتك وارجع وشوف. لكن انا والله عزمني والله عزمني بس اللي عندك جيت عند ابو ربيع كانك جاي عندي. بس اسمع قبل امشي يا اخي يقولون انك مجهز هديه كذا شيء خلصنا والله ما ادري وش يا ما شفتها كنت في الزواج يا اخي والله ما شفتها. بشوف بس سلام موجوده موجود كل شيء حلو يحفظ الوجه يا بس قيمه مره شرفتنا ونورتنا وان شاء الله انك تقدم المقابله.